السلام عليكم من مركز جراحات الشخير وفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده معانا احمد خالد 22 سنه عاملين له عمليه حاجز انفي من 10 ايام وجاي النهارده يشيل الدعامه وخايف ومرعوب. الجديد بقى ايه؟ الجديد ان هو يعني النهارده كان عنده امتحان امتحن وجه وجاي يشيل الدعامه. صح يا احمد؟ صح. انت بتدرس ايه؟ تجاره. كان عندك امتحان ايه النهارده؟ تكاليف. امتحنت وجيت؟ امتحنت وجيت. والدعامه في مناخيرك كنت عامل عمليه؟ ودخلت في البيت اتضغطت عادي ورحت وجيت عادي. ولا حاجه خالص؟ ولا اي حاجه. ما كانش فيه يعني قلق وبتاع وان انت عامل عمليه واوعى تروح واوعى تيجي؟ لا 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 عادي. نشيل لك الدعامه؟ نشيلها. قلقان؟ شويه. طب تعالى. شلنا الناحية اليمين وشلنا الناحية الشمال. كيف الحال؟ نفس عايز نفس وقولي. بدأ. ايه ده اللي بدأ؟ هو كان فيه نفس وهي الدعامة موجودة اصلا بس بدأ دلوقتي يخشه. احسن. ايه؟ احسن. كتير. ولا نص نص؟ احسن. انت قلت لي والدعامه موجوده كنت بتتنفس كويس واحسن من قبل العمليه. فعلا؟ يعني حتى والدعامه موجوده كان نفسك نفسي احسن فيه. احسن. طب دلوقتي اقفل بقك كده وخد نفس، املى صدرك. ها الاحساس ده حسيته قبل كده؟ لا. حاسس بايه؟ راحه. ايه؟ راحه. حاسس براحه. تعبيرات العيانين في منتهى الغرابة، كل واحد ليه تعبير مختلف عن التاني تماما. راح ازاي؟ كنتش واخد نفسي الاول. قول لي قبل العملية كنت بتشتكي من ايه؟ انت عندك كلك 22 سنة. كان عندي ضيق بلغم بينزل على ظهري وضيق تنفس وأناخيري على طول مسدودة. كويس. كنتش بتعامل طبيعي يعني. كنتش أقدر أعمل أي حاجة. أروح جيم ولا أروح مدرسة ولا كلية. كانت موقفة حياتك؟ للدرجة دي؟ كمان مثلا شغل ولا حاجة مقدرش. تتخني. ونفسك قليل. جهدي قليل. جهدك قليل. طب جهدك في العشر ايام اللي فاتوا ان كنت انا ما باخدش عليهم خالص، جهدك اخباره ايه؟ هو اول كام يوم كنت قاعد طبيعي عشان العملية. بس في الاخر بدأت اتحرك. تتحرك عادي. ده انت لدرجة انت رحت امتحان النهاردة ورجعت. وحللت كويس. يعني نص ونص. نص ونص. دلوقتي نفس عامل ايه؟ انت لغايه دلوقتي مش مصدق ان في نفس داخل مناخيرك؟ ها؟ شويه. شكلك مروق من الامتحانات والمذاكره والحاجات. صحي بدري وكده. وصحي بدري. علوم الحمد لله على سلامتك يا احمد. الله يسلمك. طبعا احنا يعني الحاجز الانفي لما بيتشخص صح ويتعمل صح زي ما حضراتكم شايفين حتى مع تركيب الدعامه العيان بيبقى متحسن، بيخرج متحسن وبعد يومين ثلاثه بالكثير بيبتدي النفس يخش في مناخيره ويبقى نفسه احسن من قبل العمليه. طيب لما نحط الدعامه اللي انت شفتوها دي كلها ونشيلها امال النفس يبقى شكله عامل ازاي؟ افتكر التحسن القادم احسن بكتير. انت نفسك بتاخد نفس كده ما انتش مصدق ان في نفس داخل. احسن. الحمد لله. الحمد لله. تقول ايه؟ جمله واحده بس. ربنا يكرمك يا دكتور ويخليك لينا. شكرا. كلام حلو. مش قادر اعبر يعني عن يعني الكلام اللي بيطلع من القلب ده. انا المتشكر يا احمد والله. ربنا يكرمك. الله يخليك. ربنا يكرمك. يعني فرحتنا بتبقى كبيره قوي لما بنلاقي حد بصراحه وخاصه من الشباب الصغير بيبقى تعبان موقفه له حياته ولا قادر يروح جيم ولا قادر يلعب ولا قادر يذاكر ولا قادر يروح كليه ولا مدرسه وفجاه بفضل ربنا يبقى كويس. ده فضل من ربنا علينا الحقيقه ونعمه ومن من ربنا علينا يعني. الحمد لله على سلامتك يا احمد. الله يسلمك. وزي ما بنقول دايما يعني هذا من فضل الله علينا وعلى مركزنا وزي ما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا مع تحياتي ودعواتي.